الأراضي الخصبة لميسوبوتاميا القديمة يقابلها مناطق أخرى في سوريا على الرغم من موقعها البعيد عن نهر الفرات. من بين هذه المناطق بصرة التي تقع بين واحتين، وادي زيدي والبطن. تعرف هذه المنطقة الخصبة باسم حوران. كانت بصرة مدينة هامة خلال حقبة النبطيين والبيزنطيين. إن الأراضي الخصبة حملت الرومان على غزوها. تقع بصرة على بعد 140 كيلومترا من دمشق. هذا جزء من أطلال مدينة بصرة القديمة والتي كانت مدينة مؤثرة خلال حكم الرومان. بناء للكتابات التاريخية كانت بصرة العاصمة الشمالية للحكومة النبطية، وهي إمبراطورية اشتهرت بقوة اقتصادها وسياستها وجيشها. في عام 106 قبل الميلاد وقعت بصرة في أيدي الرومان، وخلال تلك الحقبة كانت بصرة تعيش عصرها الذهبي. يرى المؤرخون بأن بصرة القديمة كانت ثاني أضخم مدينة خلفها الرومان بعد مدينة بالميرا القديمة، ويمكن رؤية بقايا حضارات بصرة القديمة حتى أيامنا هذه. تحت حكم الرومان أصبحت بصرة مركزا تجاريا هاما. لقد أصبحت محور شبكة تجارية تربط منطقة سوريا بالبحر الأحمر والمناطق المصرية. كانت بصرة مركز لقاء للتجار القادمين من المنطقة المتوسطية في الغرب وتجار منطقة ميسوبوتاميا في الشرق. بدأت الإمبراطورية الرومانية بالزوال مع دخول الإسلام إلى سوريا في عام 1634 للميلاد خلال عهد الخليفة عمر بن الخطاب. كانت بصرة أول مدينة حررها الإسلام في هذه المنطقة. هذه الأطلال هي جزء من المسرح الروماني. كان المسرح رمز العظمة في الإمبراطورية الرومانية والتي كانت تشكل أجزاء من غرب آسيا وشمال إفريقيا. شيد هذا النصب في القرن الثاني للميلاد، وفي ذلك الوقت كانت بصرة عاصمة الإمبراطورية الرومانية في المنطقة العربية. يستوعب هذا المسرح المؤلف من 37 طابقا 15,000 مشاهد دفعة واحدة، وهذا يجعله أحد أكبر المسارح في الإمبراطورية الرومانية قاطبة. معظم المدن الكبيرة في الإمبراطورية الرومانية كانت تحتوي على مسارحها الخاصة، حيث تقام فيها النشاطات المتنوعة كالأحداث الرياضية والثقافية إضافة إلى ألعاب التسلية. كما كان قادة المدينة يتحدثون إلى الشعب في هذه المسارح. في اللغة السامية بصرة تعني مدينة. ذكر اسم بصرة في الكتابات المصرية القديمة، وفي عام 1300 قبل الميلاد سمى المصريون بصرة بصرانة. بدأت أعمال ترميم مدينة بصرة القديمة في القرن العشرين بواسطة قسم الآثار السوري. بناء لبعض الكتابات تعتبر الأرض العربية مسقط رأس ثلاثة أباطرة، أشهرهم الإمبراطور فيليبوس أرابوس المتحدر من شهباء جنوبية سوريا، والذي حكم روما من عام 244 للميلاد حتى عام 249 للميلاد. يقال إن لمدينة بصرة القديمة ارتباطات وثيقة بتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقال إن هذا الجامع القديم قد زاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برفقة عمه أبي طالب في قافلته التجارية إلى سوريا،
وكان الرسول الأكرم حينها في 12 من عمره. خلال العصر الروماني كانت بصرى تعرف باسم نوفاتراجانا بصرى. ومن أهم الآثار الموجودة اليوم منزل قديم يدعى كنيسة بحيرة. لهذه الكنيسة أهمية في التاريخ الإسلامي، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التقى راهبا مسيحيا اسمه بحيرة. في هذا اللقاء أخبر بحيرة أبا طالب بأن محمدا سيصبح آخر نبي. خلال تلك الفترة كان التجار يذهبون من مكة إلى بصرى في بلاد الشام للتجارة. ذهب الرسول في إحدى هذه الرحلات عندما كان طفلا. لقد سافروا من مكة إلى بصرى على ظهور الجمال، ومروا بواحتي القرى ومدين، وتبعد بصرى عن دمشق 150 كيلومترا. كان القرشيون تجارا من مكة، وكانوا يترددون على بصرى واليمن التي تقع جنوب شبه الجزيرة العربية. كانوا يسافرون إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء. في هذا المنزل الصغير التقى محمد بن عبد الله النبي الشاب الراهب المسيحي بحيرة. ولقد شيد هذا المنزل القديم في القرن الرابع الميلادي، وبالرغم من مضي 1700 عام لا يزال البناء الرئيسي شامخا. أدرك بحيرة بأن النبي محمدا سيكون خاتم رسل الله وأنبيائه عليهم السلام. أنزل الله تعالى على اليهود والنصارى التوراة والإنجيل ليهتدوا بهما. تحدث هذان الكتابان عن مجيء نبي آخر ستكون رسالته خاتمة الرسالات، وبرسالته قد أتم الله النعمة وأكمل الدين. فلقد ورد في القرآن الكريم في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. هذه آثار أقدام، يقال إنها آثار أقدام النبي محمد، والمحفوظة في جامع القدم الكبير في ضواحي مدينة دمشق. تظهر رقاقة الصخر من بصرى آثار قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتي يقال إنها أخذت خلال رحلته التجارية لخديجة. خلال ذلك الوقت لم يكن نبيا لله بعد. في ضواحي بصرى توجد آثار أخرى تعود إلى الرسول الأكرم، ويمكن العثور على هذه الآثار في جامع مبرك الناقة القديم. بناء لأقوال السكان المحليين، حضر النبي إلى هذا المسجد خلال زيارته الثانية إلى الشام مع قافلة خديجة التجارية. في تلك الأثناء أحضر النبي بضائع تجارية لإحدى تجار مكة، وهي خديجة بنت خويلد والتي تزوجها فيما بعد. ويضيف السكان بأن قافلة النبي توقفت هنا قبل أن تكمل رحلتها إلى الشام. إن دليل وصول النبي يمكن رؤيته في أيامنا هذه، ويقال إن آثار خف الجمال تعود لجمال قافلة النبي والتي كانت تربط هنا أثناء راحة التجار. كما يعتقد أيضا بأنه المكان الذي نصب فيه الرسول خيمته، كل ذلك من أقوال السكان ولم يثبت ذلك عند العلماء. يرى بعضهم بأن هذا المكان هو المكان الذي ارتاحت فيه الجمال، والتي أحضرت إلى الشام أول نسخة من القرآن الكريم. فوق هذه الصخرة
يمكن رؤية علامات شبيهة بآثار خف الجمل، ويقول بعضهم إنها آثار جمال راكعة. تذكر القصة بأن الرسول الأكرم كان في 25 من عمره عندما جاء إلى الشام للمرة الثانية، ومنذ زمن بعيد كان جزء من مسجد مبرك الناقة يستخدم كقاعدة للصلاة، ولكنها لم تعد كذلك اليوم، إلا أن أثار الأقدام المنسوبة إلى النبي لا تزال موجودة كما يزعم الناس. جاءت زيارة النبي الثانية إلى الشام نتيجة تغيرات في حياته، حيث أمره الله بالزواج من خديجة رغم أنها تكبره 15 عاما. شكلت خديجة مواساة للنبي محمد عندما بدأ بنشر رسالة الله بين أهل قريش، فكانت مثال الزوجة المخلصة. لقد وقفت إلى جانبه حتى في أصعب وأحلك الأوقات. رزق النبي محمد وخديجة 6 أطفال، هم القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليها السلام. توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد عن 65 عاما، قبل 3 أعوام من هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، وكانت وفاتها في ذلك الوقت خسارة كبيرة للمسلمين نظرا لجهودها وتضحياتها لنشر رسالة الله في مكة. بدأ النبي الدعوة في مكة المكرمة وأكملها مع أتباعه في المدينة المنورة، وأتباعه هم من حمل الدين الإسلامي إلى الأرض السورية، وتوفي بعضهم في هذه الأرض، وحمص هي إحدى هذه الأماكن. يحتضن هذا الجامع ضريح داعية إسلامي يعرف بكعب الأحبار، واسمه الحقيقي كعب بن ماتع الحميري. ولد كعب في اليمن ويشتهر باسم أبو إسحاق. هاجر كعب من اليمن إلى المدينة خلال حكم الخليفة عمر بن الخطاب، وفي المدينة اعتنق الدين الإسلامي. بعد ذلك درس كعب القرآن الكريم فازدادت معرفته كثيرا، ولقد حظي بمنزلة رفيعة عند الخليفتين عمر وعثمان. هاجر كعب إلى الشام لنشر الإسلام في تلك المنطقة، وبناء للسجلات توفي كعب هنا في عام 34 للهجرة. يحتفظ في هذا الجامع برسائل من النبي إلى ملك الفرس وإلى ملك البحرين المنذر بن صاوي وإلى ملك الحبشة النجاشي وإلى هرقل الإمبراطور الروماني ووالي مصر ابن المقوقس. تثبت هذه الرسائل بأن النبي حاول نشر رسالة الإسلام إلى العالم الخارجي وهو لا يزال على قيد الحياة. في إحدى زوايا القرية يوجد ضريحان، وهما لوحشي وثوبان، ويقع هذان الضريحان داخل جامع السيرو والذي جرى ترميمه في عام 1995 للميلاد. هذا ضريح وحشي بن حرب، والذي كان عبدا سابقا لدى جبير بن المطعم القرشي. حرر جبير وحشي بعد قتله عم النبي سيدنا حمزة في معركة أحد،
وقد ذكر ابن حجر أنه نزل حمص ومات بها. كان ثوبان بن مجد الهاشمي عبدا أيضا، ولكنه أصبح مساعدا مخلصا للنبي الأكرم بعد عتقه. بعد اعتناقه الدين الإسلامي سمي وحشي باسم أبي دسمة، ولتهدئة المسلمين الذين فجعوا بقتله لعم النبي قتل لاحقا مسيلمة الكذاب زعيم قبيلة حنيفة والتي اعتنقت الدين الإسلامي لاحقا. هاجر وحشي إلى هذه المدينة خلال حكم الخليفة عثمان، وتوفي فيها عام 25 للهجرة. يتحدر ثوبان من منطقة سارة والتي تقع بين مكة واليمن. هاجر ثوبان إلى حمص وتوفي فيها عام 54 للهجرة. يؤكد الضريحان على تردد صحابة النبي وأوائل المسلمين إلى سوريا بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تبعد حمص عن مدينة دمشق حوالي 165 كيلومتراً، وتذكر روايات السكان المحليين بأن صحابة الرسول هاجروا ومكثوا هنا منذ فجر التاريخ الإسلامي. ويقال إن 500 صحابي ممن شاركوا في معركة بدر قد هاجروا إلى هنا في شهر رمضان المبارك. هذا ضريح عبيد الله وعبد الله نجلي جعفر الطيار ابن عم الرسول الأكرم وأحد صحابته، وقد استشهد جعفر الطيار في السنة 8 للهجرة في معركة مؤتة وكان حاملاً اللواء، فلم يتركه حتى بترت يداه وكناه النبي بذي الجناحين. وجعفر هو الذي كان على رأس مجموعة من المهاجرين المسلمين إلى الحبشة بعد أن تعرضوا لاضطهاد كبير على يد قريش. اشتهر عبد الله بن جعفر بحبه للخير وتسخيره لأمواله في نصرة الإسلام بوجه الكفار. لقد ورث هذا الموقف عن والده جعفر الطيار ووالدته أسماء بنت عميس، حيث توجه والداه إلى هنا مع 150 مسلما هربا من اضطهاد كفار مكة في أوج اضطهاد المسلمين آنذاك. إن وجود ضريحيهما هنا والتاريخ الذي يجسدانه يجعل من سوريا إحدى المناطق التي اختارها الصحابة للعيش فيها.